نقرب من الصورة بشكل أكبر. نروح لزميلنا العزيز أدهم ندم رئيس القناة الأهلي. أدهم مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز أمير هشام، وبرحب بكل السادة المشاهدين ومشاهدي قناة نادي الحبيب قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا أدهم، طمنا على كواليس التدريبات النهاردة واستعداد النادي الأهلي لمباراة الإنتاج بإذن الله. الحقيقة رغم برودة الطقس يا أمير، لكن النهاردة كان تمرين النادي الأهلي تمرين ساخن جدا وقوي جدا، ومجموعة من المشاهد الرئيسية النهاردة شاهدها مران النادي الاهلي. نقول في البدايه حضور ايقونه في اسطوره النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بالمباراه، تمام، جلسه خاصه جدا مع المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. الحقيقه يعني دايما الكابتن محمود الخطيب بيحسن توقيت الظهور بالنسبه للمران الفريق من اجل التحفيز، ويبقى فيه دافع اضافي للاعبين النادي الاهلي المقبل على مباريات هامه جدا سواء في الدوري او في الكاس ومستقبلا في دوري ابطال افريقيا. طبعا بنتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباريات المقبله. واضح جدا يا امير النهارده تحسن ملحوظ في ارضيه ملعب مختار التتش، وده هتشاهد من خلال المشاهد او الصور الموجوده لارضيه ملعب التتش. ارضيه بقت اكثر من رائعه وتحسن ملحوظ في ارضيه الملعب. تمام. بدا المران النهارده بمحاضره فنيه للمدير الفني رينيه فايلر مع لعيبه النادي الاهلي، اكد فيها على ان النادي الاهلي مقبل على مباريات هامه في الدوري استكمال مسيره الله هزيمه، في استكمال الاداء الرائع والاداء الممتع اللي بيمتع بيه لاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا على مستوى بطولات مختلفه سواء في الدوري او في الكاس. حابب اطمن جماهير النادي الاهلي على مجموعه من اللاعبين. رمضان صبح النهارده خاض المران بشكل كامل النهارده وتالق في المران. كمان كان علي معلول كان ليه تدريب على جزئيتين، الجزئيه الاولى كانت في الجيم والجزئيه الثانيه كان جري خفيف حول الملعب تجنبا لحاله الارهاق والاجهاد. طبعا علي معلول نجمنا شارك في العديد من المباريات خلال الفتره الماضيه فكان مطلوب راحته. بالنسبه لجيرالدو النهارده كان في مران خفيف برضه حول الملعب. نجمنا سعد سمير بطمن جماهير النادي الاهلي عليه، الاصابه طبعا كلنا عارفين نجمنا سعد سمير كان عنده اصابه في فتره الاكيلس وبدا يعمل تدريبات للتاهيل البدني في الجيم، بطمن جماهير النادي الاهلي عليه. وزي ما قلت يا امير النهارده كان في تقسيمه قويه جدا ومران قوي بالنسبه لحراس المرمى، برع فيه الرباعي محمد شناوي وشوف اكرامي مصطفى شوبير وعلي لطفي على كيفيه التقاط الكرات العرضيه. يمكن مران حراس المرمى تم التركيز عليه في النقطه دي بالنسبه للاعبين، كمان تم التركيز على العرضيات، تم التركيز على التسديد من خارج منطقه الجزاء، تمنيع طرق الهجوم للوصول الى المرمى، وتالق لاعب علي بادجي من خلال ضربات الراس، وتالق مروان محسن ومحمد مجدي قفشه لتلبيه نصيب استحسان النهارده وبراعه في المران. كويس. طيب انا عايز اطمن من خلالك يا ادهم على موعد عوده علي معلول للمشاركه في التدريبات بشكل طبيعي، وايضا جيرالدو هيرجعوا امتى؟ اعتقد ان هو في خلال يومين او ثلاثه بالكثير قوي ان شاء الله غدا او بعد غد هيكون موجود علي معلول وجيرالدو في التمرين. لكن طبعا زي ما قلت لك ان علي معلول الفتره اللي فاتت خد مباريات كثيره جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا، فكان مطلوب راحته تجنب لارهاق العضلات لان المباريات متواليه والنادي الاهلي بيخوض. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيلعب وبينافس على كل البطولات. طبعا بطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان في خلال يومين او ثلاثه بنت ان شاء الله هيكون موجودين ومستمرين ويخوضوا مران قوي ان شاء الله مع الفريق الجامعي باذن الله. طيب في ظل ضغط المباريات والاجهاد والارهاق اللي بيتعرض ليه لاعبو النادي الاهلي، البرنامج بالنسبه للفريق لحد مباراه يوم الاربعاء امام الانتاج الحربي هيكون عباره عن ايه؟ يعني احنا النهارده دلوقتي ايه؟ النهارده السبت، هل بكره هيبقى في اجازه وبعد كده يستني الفريق تدريباته، ولا هيواصل الفريق تدريباته بشكل طبيعي لغايه يوم الاربعاء ده؟ ان شاء الله هيكون في اجازه غدا، وبعد كده هيستأنف الفريق باذن الله مران بشكل طبيعي. الواضح والملاحظ من التمرين يا امير ان في تدرج في الحمل البدني. طبعا الفتره الماضيه كان في الطقس السيء اللي مر بيه مصر خلال الفتره الماضيه، كان في هيبقى في تدرج في الحمل البدني بحيث يوصل لعيبه النادي الاهلي لغايه المباراه باذن الله بالحمل البدني المتوقع. وعايزين طبعا نشكر الجهاز الفني كله للرؤيه ان ما بيبقاش في تحميل على اللعيبه، لا الموضوع ماشي خطوه بخطوه عشان تجنب حاله الارهاق والاجهاد لان المباريات متواليه في ضغط في المباريات بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. بالظبط. انا بشكرك يا ادهم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندم رئيس لقناه الاهلي، قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق النهارده في مرانه وفي اطار استعداده لمباراه الانتاج الحربي.